حسناً، دعونا نرى ماذا تحت الأغطية. واو، ألعابك المفضلة من هوبا بوبا. ولدي مصاصة. أوه، هناك شيء رهيب مخبأ بداخلها. انظري سوزي، إنه صرصور ضخم. مقرف، كلما أسرعت في تناوله كان ذلك أسهل. أنت على حق، ربما المصاصة ليست سيئة بعد كل شيء. واو، في الواقع إنها لذيذة جداً، كنت قلقة من أجل لا شيء. هيا سوزي، حان دورك لتذوق العلكة. بكل سهولة، لا مشكلة على الإطلاق في مضغ العلكة. عرفت على الفور أنها ستكون متعة خالصة. ماذا؟ أوه، ما هذا الآن؟ فظيع، إنه صرصور. والآن وقت الفقاعة العملاقة. مقرف مقرف. حسناً. سوزي، لا أريد تشتيت انتباهك، لكن لديك صرصور ضخم يجلس عليك. والآن هو ليس عليك، إنه على الفقاعة. أبعديه. هل قتلته؟ هذا اللعين، إنه عالق بالعلكة وعلى خدي مباشرة. كاندي، كل هذا بسببك؟ أردت فقط الاستمتاع بمضغ العلكة. حان الوقت لفتح الأغطية. سوزي، هذه المرة ستكوني أنت الأولى. حسناً. أنا أحب العيون المرميلادية، خاصة إذا غمستها بطبقة لذيذة قبل تناولها. ستصبح ببساطة سحرية. وبعد ذلك أشرب بعض العصير. هذا لن يضر أبداً. واو، رائع. إذن أنا أفتح غطاء الآن. أنا أيضاً لدي شيء رائع جداً. وعاء كامل من الكرات. إنها ليست جميلة فحسب، بل إنها أيضاً لذيذة بشكل لا يصدق. ويمكنني أن آكلها بمساعدة هذا الأنبوب أيضاً. ماذا عن المشاركة مع صديقتك؟ لم أشربهم بنفسي حتى الآن. هذا يبدو لذيذ جداً. أنا أختنق، ساعدوني. اهدئي، لا تصابي بالذعر. ذرة سوزي ستطير إليك. شكراً لك صديقتي. أعتقدت بالفعل أن هذه الحلوى ستكون الأخيرة في حياتي. من الجيد أنك هنا. قفي، هذه المرة حان دوري لفتح الغطاء أولاً. منتوس، رائع. أنا أحب هذه الحلوى. صحيح، أحياناً تكون الطبقة العلوية قاسية للغاية، لكن لا مشكلة. كاندي، ماذا لديك؟ حسناً، سأرى. حصلت على خوذة يمكنني من خلالها شرب الصودا بالفراولة من خلال الأنبوب. أليس ذلك رائعاً؟ يدي حرة والصودا في فمي. اسمعي، هل يمكنني التجريب؟ لا بالطبع، هذا جهاز لي، سأستمتع بمشروبي. حسناً، إذن دعينا نرى كيف ستستمتع به عندما أضع حلوى المنتوس في عبوة الصودا. ماذا فعلت؟ لا، شعرت وكأن ليس لدي فم ولكن بركان. بسببك أنا كلي لزجة ومبللة. هذا مقرف. بسببي أنت وضعت الحلوى بنفسك. حجر ورق مقص. أنا ربحت، لذلك سأكون أول من يفتح الغطاء. واو، هذه المرة لدي مجموعة كاملة من الأشياء الجيدة الزرقاء المختلفة. ولدي نفس المجموعة لكنها وردية، مذهل. أعتقد أنني سأبدأ بهذه الزجاجة، تبدو مثيرة للاهتمام. أتساءل ماذا يوجد في الداخل؟ بداخلها عصير حلو. بالمناسبة، إنه لذيذ بشكل لا يصدق. وأنا سأبدأ بالبودرة الفوارة هذه، لكن لن أتناولها بطريقة مملة. سأصنع لنفسي كوكتيلاً. والآن يمكنني تجربة هذا المرميلاد. الشيء الرئيسي هو التقاط كل منهم بفمي. هم فقط لذيذون بشكل لا يصدق، سأكلهم طوال حياتي. أوافقك، المرميلاد لذيذ جدا. إنه مثالي لكوكتيلي المستقبلي، وسيكون أساس الكوكتيل عصير وردي. بالمناسبة، إنه لذيذ للغاية. سوزي، إلى ماذا تنظري؟ أنا لا أنظر على الإطلاق، في الوقت الحالي أنا مشغولة بتجربة البودرة الفوارة.
إنها مثل الألعاب النارية التي تنفجر في فمي. مذهل؟ حسناً، تبقى فقط تجربة المارشميلو. إنه لذيذ جداً، وكلما زاد عدد المارشميلو كان ألذ. أوه، لا أعرف لماذا سوزي مستعجلة هكذا؟ المارشميلو ستكون زينة الكوكتيل خاصتي. بالمناسبة إنه جاهز، يبقى فقط هذا الأنبوب. كاندي، هل يمكنني أن أجرب الكوكتيل خاصتك؟ لدي كوب، لكن لم يتبقى شيء لصنع الكوكتيل. لم يكن عليك أكل الأشياء اللذيذة دفعة واحدة. الآن أجلسي واحصدي كوكتيلي اللذيذ. لا، سوف أجرب هذا الكوكتيل وسيساعدني أنبوبي الطويل. ماذا تفعل يا سوزي؟ إنها لا تلاحظني حتى. إذن سوف تستمتعي بزيت السمك بدلاً من الكوكتيل. يجب أن يكون لذيذاً أيضاً. أوه، ما هذا الهراء؟ مقرف، هذه السمكة أنا أكرهها. انظروا كم هي مقرفة ومقززة. ما خطبك؟ في رأيي مناسبة تماماً لأولئك الذين قرروا سرقة كوكتيلات الآخرين. كاندي، هذه المرة الترتيب هو أولاً أفتح أنا ثم أنت. لنذهب. واو، يا لها من طريقة فريدة لتقديم الحلوى. المصاصة في المرحاض رائع جداً. بالمناسبة المصاصة لذيذة جداً. لكن قبل أن أنهيها، لماذا لا أجرب البودرة التي يجب أن أغمسها فيها؟ لأتذوق الآن. واو، هذا جعلها لذيذة أكثر. أنا سعيدة للغاية. أما أنا، لدي حلوتين كاملتين. حلوى سائلة وخاتم مع مصاصة ضخمة بدلاً من الألماسة. كما تعلمون، أنا أكثر سعادة بالمصاصة لأن المصاصة ألذ بكثير، لكنها ستصبح ألذ عندما أضيف الحلوى السائلة إليها. وأجرب الآن. كم هي لذيذة وحامضة. هاي، دعيني ألعق أيضاً. تلعقي؟ لا، لكن لماذا لا نجمع حلوياتنا معاً؟ سأسكب الحلوى السائلة على المصاصات هكذا، ثم سنغمسها في البودة الفوارة اللذيذة. أعتقد أنها فقط فكرة رائعة. لنجرب الآن. طعم رائع. أوه، إنها حامضة وحلوة في نفس الوقت، لكنني أحبها. وأنا أيضاً تعجبني. يا رفاق، أريد أن أفتح طبقي أولاً. واو، علكة، أليس رائعاً؟ أنا سعيدة لأنني حصلت عليها. يا لها من نكهة. لم يكن لدي وقت لوضع العلكة في فمي، لكنها لذيذة بالفعل. ماذا فعلت يا توم؟ يجب علينا أن ننتظر جميعاً لنرى ماذا لدي. واو، علكة أيضاً، لكنها أكثر بكثير من علكة بولي. أنا أحب ذلك. سوف أتخلص من العبوة. ماذا تفعلين يا كيت؟ كل الأغلفة تطير علينا. أنا سعيد لأنك انتهيتي. يبقى أنا سأفتح. واو، المئات من العلكة. كيف سأزيل كل الأغلفة؟ سأستخدم المروحة. مذهل، نجحت. توم، هل يمكنني أخذ البعض منك؟ لا تحلمي حتى يا بولي. لم تحصل بولي على أي شيء. حسناً حسناً، لدي علكتي وأريد أن أجربها أيضاً. وأنتم انتظروا حتى أنتهي. لذيذة جداً. الآن سأفق فقاعها. يا لك من خاسرة، أنت تفشلين مرة أخرى. أنا أعرف ماذا يجب أن أفعل. أنا فقط بحاجة إلى هذه المدخلة اليدوية. انظروا، الآن سوف أنفخ أكبر بالون في العالم. فكرة جيدة. اتضح أنها لطيفة جدا. سأضعها على عصا وأتركها كتذكار. أريد هذا البالون، وبما أنه ليس لي سأحاول التخلص منه. آسفة بولي. سأتذكر هذا كيت. خذي هذا. كنت أن أصيبها. حسناً، ستأتي ساعة الحساب يوم ما، لكن ليس الآن. بعد كل شيء، لدي أشياء أكثر أهمية لأفعلها. أحتاج إلى تناول الكثير من العلكة. أعتقد أننا سننتظر لفترة طويلة. كيت بطيئة جداً. أوه، انظري، إنها تنفخ بالوناً. أخيراً يمكنني الانتقام. ماذا فعلت يا بولي؟ لقد نفخته بشكل رائع. تستحقين ذلك. أوه لا،
لقد أزلت حاجبي عن طريق الخطأ. أنا بحاجة إلى إعادتهم في أقرب وقت. أتمنى أن يكونوا طبيعيين بعد كل ما حدث. توقفوا عن الضحك. توم، لديك شيء لتفعله؟ غريب، هذه المرة أتفق معك. سوف يستغرق مني الكثير من الوقت والجهد أكل كل هذه العلكة. لم أعتقد أنه بهذه الصعوبة. أنا بالفعل متعرق وفكي بالكاد يتحرك. حسناً، يبدو أنه يمكنني نفخ بالون. أستطيع أن أفعلها. لم توقف، هذا كثير للغاية. أوه لا، لقد انفجر. إنه مثل قنبلة انفجرت. كيف حالك يا توم؟ لا أستطيع التحرك، أنا ملتصق بالطاولة. حسب التقاليد أنا يجب أن أبدأ. واو سكيتلز، إنها أفضل من العلكة. دعونا نرى ماذا لدينا أنا وكيت. واو، لدي ما يكفي من الحلوى. ولدي جبل كامل، لا أستطيع حتى عد هذه الأكياس. بولي ليس لديها حظ كالمعتاد. كم أنت شرير. لا شيء، يوما ما سأكون محظوظة، ومن ثم لن أشارك معكم بالتأكيد. حسناً، لم يكن هناك سوى حلوى واحدة في العبوة. هذا كثير للغاية. علي أن أكل ببطء شديد للاستمتاع بكل لحظة. انتهت الحلوى للأسف. ماذا توقعت أيتها الخاسرة؟ أنا يمكنني أن أمدد المتعة مع حصتي، لكنني لن أفعل ذلك. لماذا أضيع الوقت عندما يكون لدي الكثير من علب الحلوى؟ أوه، فكرة جئت بها. صدقوني، خطتي ستفاجئكم. لتنفيذها علي أن أصب كل الحبوة من العبوات. الأمر يستحق ذلك. أنا مستعد لقضاء بعض الوقت هنا. جاهز لنبدأ. الآن يجب فرز الحلوى حسب اللون. أوه هذا رائع، لقد أوشكت على الانتهاء. انظروا كم هو جميل. هل يمكنني أخذ حبة؟ رائع، توم لم يلاحظ حتى. سيكون من الممكن سرقة المزيد من الحلوى. كم أنا ماكرة. لا أفهم، أين تذهب الحلوى؟ كان هناك المزيد. بولي، هل هذا أنت؟ سأترك لها مصيدة الفئران وسأملأها بالحلوى حتى لا تشك بالأمر. حان الوقت لتناول مكملات. أو لا، اسمعي، من أين أتت هذه مصيدة الفئران؟ لابد لي من كسرها. توم، أعلم أنك قمت بإعداد كل شيء. لم يكن عليك أخذ الحلوى الخاصة بي. بالمناسبة، لقد قمت بالفرز حسب اللون. الآن سأستمتع بها، كل نكهة على حدة. أيها البخيل، أخذت قطعتين فقط. حسناً، لا مشكلة، الآن سترى. ما هذا يا بولي؟ مروحة ضخمة. حسناً، لقد نسفت كل ما عندي من حلوى. اللذاذة خاصتي هنا، لا أستطيع الانتظار لتجربتهم. سأبدأ من الأعلى، دعونا نرى ماذا في الداخل. أوه، كم تبدو لذيذة. مجموعة متنوعة النكهات. أحب هذا الطعم. الحزمة الأولى موجودة، حان الوقت لباقي الحزم. ماذا لو التقطت الحلوى من على المنضدة مباشرة؟ سيكون أكثر ملائمة. نعم، جيد جدا، فلنكمل. أحببت ذلك. يا لها من شهية. من الواضح أن هذا سيدوم لفترة طويلة. لنلعب في الهاتف أو مع البوب إيت. من الأفضل أن نلعب مع أصابعنا. لقد انتهيت، لا يمكنني أكثر، معدتي ممتلئة. إذن سنحصل عليهم. لا، أستطيع التعامل معهم. ماذا تفعلين يا كيت؟ لماذا لديك الكثير من الأطباق؟ عليك أن تتحلى بالصبر يا توم، قريبا ستعرف كل شيء. انظر كيف وضعت الحلويات بشكل جميل. الآن سأسكب الصودا عليهم. سنرى معجزة حقيقية. سيكون قوس قزح في وعائي. ومع ذلك لماذا أشرح؟ الآن كل شيء سيكون واضحا على أي حال. لقد بدأت، انظروا. واو، يا لها من فكرة، تبدو سحرية. إنها حقا تبدو مثل قوس قزح. أخبرتكم، الألوان تتدفق بشكل جميل. مذهل. هذه المرة أنا أولا. لم أرى قط هذه الحصة الصغيرة من الفشار. هناك حبة واحدة فقط. أنا أعترف، لقد حصلت على القليل أيضا. على الرغم، أفضل من توم. أخيرا ابتسم لي الحظ. أنا أعلم أن هذا كان سيحدث. يا له من دلو ضخم من الفشار، مذهل. الآن أنا أحسدك يا بولي. علي أن أكل هذه الحبة البائسة. ربما حيلتي مفيدة. ماذا تفعل يا توم؟ في رأيي هذا هراء. أنتم لا تفهمون أي شيء.
حتى الجزء الصغير يمكن أن يؤكل بشكل جميل مع الشوكة والسكين. هذا ما سيفعله الأرستقراطيون الحقيقيون. فهمنا، أنت تضيع الوقت. ليس الأمر كذلك، أنا أعرف آداب المائدة والأتيكيت. يبدو أنك أحياناً تنسى أمرهم. الآن سأستمتع بالفشار حتى لو كان قليلاً. انظروا كم أنا ذكية. واو، لم أكن أعلم أنه يمكنك فعل ذلك. حسناً، يبدو أنني انتهيت. أو لا، هناك واحدة متبقية. ممتاز، سأكلها الآن. سوف نرى. أين ذهبت؟ توم، ماذا تفعل؟ توم خدعك. اعتني بنفسك، لدي أشياء أفضل لأفعلها. أنا بحاجة لأكل جبل كامل من الفشار. أوه، كم هو حلو ومقرمش. منذ متى وأنا أنتظر هذه اللحظة؟ أخيرا أستطيع أن أضع رأسي في هذا الفشار. لقد غيم الحظ على عقلك يا بولي. لكنني أرى كل شيء، لا تحاول سرقة الفشار. نحن لسنا معتادين على التراجع بهذه السرعة. أنا أعرف ماذا يجب أن أفعل. مكنسة كهربائية خاصة ستساعدني في سرقة بعض الفشار. رائع أنه ينجح. توم، واحدة مرة أخرى. أعطني الفشار الآن. لقد كانت خطة رائعة. أنت رائع يا توم. لنأكل. أقبضي على الفشار بفمك كيت. ماذا فعلت؟ هذا محرج. أنا جاهز للبدء من جديد. بسكويت أوريو وحليب، يبدو لذيذاً لكنه صغير جداً، لا أستطيع حتى رؤيته. مذهل، لقد حلبني الحظ مرة أخرى. كم هذا لطيف. ماذا تعرفي عن الحظ يا بولي؟ انظري إلى نصيبي. توم، يا لك من خاسر. احذر، بسببك كاد أن يسقط البسكويت. كان ذلك رائعاً. لا تضحكي علي، صدقيني يمكنني الاستمتاع حتى بجزء صغير. البسكويت مقرمش للغاية، والطعم الحليبي هو التكملة المثالية. أوه لا، لقد أسقطت البسكويت في الكوب. أنا بحاجة ماسة للحصول عليه. أوه لا أستطيع، اليد لا تدخل. إذن سأشرب الحليب ثم ستتبقى البسكويت في الأسفل. أوبس، يبدو أنني أكلتها. حان دوري الآن، آمل ألا تسقط البسكويت في الزجاجة. واو، الكثير من الإضافات، أنا أعشقها. والبسكويت مقرمشة، مزيج مثالي من النكهات. حسناً، أوه لقد سقطت البسكويت أيضاً في الزجاجة. دعونا نرى كيف ستخرجيها يا بولي. ماذا لو لم أفعل أي شيء حيال ذلك على الإطلاق؟ بفضل البسكويت اكتسب الحليب لوناً من الشوكولاتة، أليس ذلك عظيماً؟ أحتاج إلى إضافة المزيد من البسكويت وخلط كل شيء بشكل صحيح، ثم سأحصل على كوكتيل شوكولاتة لذيذ. أوشكت على الانتهاء، فقط سأهزها. هل سيكون لذيذ حقا؟ الآن سترى، ليس لدي أي شك في وصفتي. يبدو فاتحا للشهية جدا. لا أستطيع الانتظار لتجربة هذا. يبدو أن بولي كانت على حق، خطتها نجحت. أخبرتك، الآن انظروا واحسدوني مرة أخرى. لذيذ، حليب شوكولاتة بنكهة البسكويت. لا أريد أن أشربه من خلال قشة، أريد كل شيء. مذهل، علي أن أتذكر هذا الكوكتيل. أنا الوحيدة المتبقية. لا تقلقوا، لن تضطروا للانتظار طويلاً، سأتعامل بسرعة. لا داعي للوصول إليهم، لدي خطتي الخاصة. ستذهب كل البسكويتات إلى كوب الحليب. واو، يا له من لذاذ ضخم، لم أتوقع ذلك. لكن سرعان ما تبين أن كل البسكويت في الكوب. رائع. لا تفرحي مبكرا يا كيت، لن نتركك على أي حال. صحة وعافية. ماذا فعلتم؟ أنا كلي في الحليب والبسكويت. واو، ما رأيكم؟ ماذا في الداخل؟ الآن سنكتشف. آه، علكة رائع، جدار كامل، أعشق العلكة. أعتقد أن لدي شيء جيد أيضاً. حبة واحدة. أها، قفوا. نعم، يا له من برج كامل من العلكة. نعم سوزي، يبدو أن الحظ لم يحالفك هذه المرة. هيا ابدئي. حسناً، الغلاف يطير والعلكة إلى فمي. انظروا يا فتيات، الآن سيكون. إذن تقريباً. آسفة كيت.
لقد ضربتيني على حاجبي. لا شيء مضحك في هذا. سأزيلها. أسهل مما كنت أعتقد. ماذا؟ هذا حاجبي. ألا سأعيده بسرعة؟ لم أنجح. لا تضحكوا يا فتيات، كيف سأبقى بلا حاجب؟ هذه المرة نجح الأمر. إذن توقفوا عن الضحك، من الأفضل أن تجربوا. نقرة واحدة من يدي وتختفي الأغلفة. والآن حان وقت التذوق. العلكة لذيذة، أنا أريد أكثر. شهية. نعم، أنا بالتأكيد سأفقفق عملاقة. أعتقد أن لدي فكرة. بام! كاندي، لديك لحية من العلكة. هذا ليس مضحكا. أعتقد أن العلكة على وجهي. الآن سأجمعها ويمكن مضغها مجددا. لم تفقد طعمها حتى. لماذا تحدقون بي؟ حان دورك الآن كيت. حسناً. إذاً الآن سأنفخهم هكذا. واو، نفخة قوية. والآن حان وقت التذوق، وسوف أظهر لكم الفقاعة الحقيقية. انظروا يا فتيات. ممتاز، والآن سأربطه بالحبل وسأعلقه على الكرسي هكذا. غريب، ماذا تفعل؟ هذا المطلوب. الآن الثاني، وغيره وغيره. فقط انظر كم عدد البوالين لدي. ماذا؟ أوه، أنا أطير. ساعدوني. وماذا كانت تتوقع؟ هذا خطأها. لننطلق. هاي الدونات، أحبهم. وماذا لدي؟ واو، دونات أيضا. والتغطية المفضلة لدي. رائع. أنا محظوظة. إنه جبل كامل من الدونات وكل شيء لي. كفوا عن التحديق، جربوا خاصتكم. لدي فكرة. ماذا؟ هل توقعتم هذا؟ وها هي نظارتي. الآن سأظهر لكم الأناقة. منديل. أدوات المائدة. وقطع صغيرة للتذوق. حسناً، نتذوق. طعم رائع. لا داعي للضحك سيداتي، أنا فقط أعرف الكثير عن التذوق. والآن حان الوقت للعودة. مرحباً. يبدو أنه دور كيت الآن. بكل سرور. إنه شهي، لذيذ بشكل لا يصدق. سآكل أصابعي من بعده. أريد المزيد والمزيد. دونات لكل إصبع. حسناً، هيا للعمل. هذا المطلوب، أنا فقط أعشق الدونات. اللقمة الأخيرة لذيذة بشكل خاص، أليس كذلك يا فتيات؟ شكراً، لقد شبعت. الآن أنت يا كندي. كيف يمكنني أن أكلهم جميعاً؟ فكرة، سأخذ الدونات وأبني برجاً منهم. سوف أكدسهم فوق بعضهم البعض. نعم، إنه يطول بسرعة. انظر كم هو طويل. يبدو أنه يهتز. ليس هذا. كان سقوطاً قوياً. كيف حالك؟ هل أنت بخير؟ دونات، لذيذة جداً. لكن كان ممتعاً، أليس كذلك يا فتيات؟ وماذا لدينا هذه المرة؟ ماذا؟ فلفل حار؟ لا لا لا. ولدي حفنة من الفلفل الحار. مستحيل، إنه جبل كامل. يا فتيات، أنا بالفعل أشعر بالمرض. الأفضل أن تبدأي سوزي.
فليكن، سأجرب. أي أي أي، أشعر بالحر الآن. حار جداً. لا كيت، عاجلاً أعطني الماء. أنقذوني بسرعة. أفضل بكثير، شكراً. هيا كاندي، حان دورك. يا فتيات، لا أعرف، ربما لا يجب أكلهم. حسناً، يجب علي. من الأفضل أن أفعل ذلك دفعة واحدة. أي أي أي، يبدو أنني سأحترق. مرعب، ساعدوني. يجب إنقاذ كاندي. شيء جيد أن لدي مدفأة حريق. أصبر يا صديقتي، هكذا، بقي القليل. حسناً، كيف حالك؟ أحسن؟ أنا مغطت بالرغوة، لكن شكراً. لا مشكلة، لكن المشكلة مع هذا الجبل من الفلفل. حسناً، يجب علي فعلها. إنه فقط فلفل، ماذا يمكن أن يحدث؟ أوه لا، إنه ليس مجرد فلفل إطلاقاً. ماذا؟ أنا في الفضاء؟ أنا أحترق. لكنك مو جميل هنا. أوه، ماذا يحدث؟ أنا أسقط على الأرض مجدداً. كل شيء بخير. إذن ماذا لدينا هنا؟ ماذا؟ بيض نيء. حسناً، لا أرغب حتى في هذه البيضة الواحدة. جبل كامل من البيض، ماذا أفعل به؟ ابدأي سوزي. حسناً، إنها فقط بيضة مقرفة، لكنها واحدة، سأكسرها فقط. فعلتها حقاً. مقزز، كيف أزيل هذا الطعام؟ توقف عن الضحك، هيا كيت. أظن أن لدي فكرة، الآن سأكسرهم بتقنيتي في الكاراتيه. هكذا، كل البيض مكسور. نعم يا فتيات، هذا ليس كل شيء. الآن أنا بحاجة إلى أنبوب. سوف أشربهم بسرعة. لننطلق. يا له من قرف، مستحيل أن يشرب. حسناً، يا له من بيض. دعينا نشاهد كوكيندي. من أين سأبدأ؟ ربما من هذا؟ لا، لا، كلهم وقعوا علي. أنا مغطاة بهذا البيض الغبي والصفار في فمي. لا تضحكوا علي يا فتيات. سأكون محظوظة بالتأكيد الآن. ماذا؟ هل هذه شيبس صغيرة؟ أما أنا لدي عبوة كاملة وطعمها شهي. ليس مثل سوزي. أوه، كم يوجد شيبس وكله لي، لكن سوزي لم يحلف الحال. وماذا أفعل بهذا؟ فكرة. الدكتورة سوزان معكم، حان الوقت لاكتشاف ماذا لدينا. يبدو وكأنها شيبس عادية. علي التذوق. حسناً، ليست شيبس سيئة، لكن للأسف إنها صغيرة جداً. ما المضحك؟ هيا كيت، دعينا نراك. سهل. مرحباً شيبس. إنه لا يفتح. كيف ذلك؟ افتحي أيتها العبوة الغبية. غير مضحك. ما هذا؟ لحظة، لدي فكرة. الآن سأقطعها. انظروا إلى هذا المنشار. احترسي يا عبوة. هكذا؟ جاهزة؟ انظروا الآن بعناية. علي أب. أول شيبس، ثاني شيبس، ثالث شيبس. التقط الجميع، ما رأيكم؟ هذا فقط مدهش. أي، نسيت العبوة. حسناً حسناً، إنه دوري. لنبدأ.
أنا أعشق الشيبس، إنهم مقرمشون. شهي فقط؟ نعم، أريد كل شيء. أوه، هذا مؤلم. نعم، أريد المزيد من الشيبس. إذن أنا بخير؟ يبدو أنني بحاجة إلى حماية الرأس. الآن لن أتأذى. مرة أخرى؟ سيكون لدي نتوء الآن. لقد طلبت هذا لنفسها. أعتقد أن لدي فكرة. ها هي السيارة. حان وقت العمل. لنسرع. نجحنا. ممتاز سوزي، أعطني تحية. ماذا؟ إنها